يا هلا بالغوالي، كيف شو اخبارك؟ اليوم حافل عنا في المخيم بعدة انشطة ومبادرات تقوم عليها قناة كول. نعم، ونبدأ الان باول مبادرة معانا لليوم راح تكون، او النشاط اللي معانا في البداية راح يكون لطلاب الروضة الصغار. عندنا معلمة متميزة جدا جدا في رياض الاطفال اللي بتقوم على هذه الانشطة، مش اي ناس. لا نبدأ، تعالوا معانا، تعالوا نفرجيكم فرج النشاط اللي معانا هنا. شكرا 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 للحلوين، شكرا للطلاب، شكرا للمعلمة فاطمة المميزة في عالم رياض الأطفال. شكرا لك. كيف أطفالنا الحلوين؟ الحمد لله. شو أخباركم؟ الحمد لله. مبسوطين؟ ومبسوطين من المس فاطمة؟ نعم. اللي بيحب المس فاطمة يرفع ايده فوق. مبسوطين معها؟ كمان وكمان، ويهنيك ويفرحك يا رب. وانا بشكر المس فاطمة على مجهودها الرائع معانا على هذا العمل في رياض الاطفال، بتلم الاطفال بدل ما يكونوا مثلا بين الخيم، بتلمهم هنا، بتحفظهم، بتعلمهم. شكرا شكرا كثير لإلك، وبنقدر هذا العمل، وبدنا زقفة زقفة قوية للمس فاطمة. شاطرين، نكمل النشاط. ايش كان نشاطنا لليوم؟ اليوم اخذ اليوم ترفيهي للاطفال، يحركوا جسمهم بدل ما يطلعوا بالشوارع وبرا، بنلمهم ندرسهم ونديهم يوم ترفيهي، ترفيه على النفس، الوضع اللي احنا بنمر فيه يرفعوا عن ضغطهم ويطلعوها، وان شاء الله اليوم يكونوا مبسوطين. اكيد اليوم. اكيد مبسوطين، وشكرا لك، وشكرا على جهودك، وتكملي شغلك، يعطيكي الف عافيه. أنا الأبيض، اللون الأخضر.